تختزل كافة الأوراق الثبوتية فيها، ومع انطلاق مشروعها في عام 2017 وجد المواطن أنها ضرورة له، لأنها ببساطة تسهل إجراءاته القانونية في دوائر الدولة في حال حاجته لأوراق ثبوتية، إذ تختصر كل تلك الأوراق في بطاقة موحدة. لكن لا غرابة بالنسبة للمواطنين، إذ ما تحولت النعمة إلى نقمة، فهذا أصبح أمراً معتاداً بالنسبة لهم، لتبدأ إجراءات إصدار بطاقة وطنية موحدة بالتعقيد، أولاً من خلال الحجز الإلكتروني الذي تفسره دوائر الأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية بأنه ناتج عن محدودية ثقافة المواطن بالبروتوكولات الجديدة الخاصة باستخدام التكنولوجيا في تسهيل إجراءات معاملة الحصول على بطاقة وطنية. أسباب أخرى حولت المشروع المختزل للأوراق الثبوتية إلى حكاية من العناء الطويل بالنسبة للمواطنين، منها تأخير استلام البطاقة بعد إجراءات التقديم لها، وخلال هذه المدة يتم سحب الأوراق الثبوتية القديمة للمواطن لينتظر مدة قد تتجاوز 6 أشهر لحين منحه البطاقة. وخلال هذا العام أوقفت دوائر الأحوال الشخصية إصدار البطاقة الموحدة لأسباب غير معروفة، وصارت تكتفي بتوفير صورة قيد للمواطنين المتقدمين لإصدار هذا المستمسك. وبين مرحلة تسليم الأوراق الثبوتية القديمة وحتى إصدار بطاقة وطنية موحدة، يظل المواطن أسيراً ورهيناً لإجراءات روتينية تتسبب بإيقاف كافة معاملاته في دوائر الدولة، خاصة تلك التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تركز على ضرورة استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في إجراءاتها، والإجراءات الملغمة بالرتابة والروتين القاتل في مؤسسات الدولة ودوائرها الحكومية تجعل المواطن يتقاعس عن المضي باستخراج هذه البطاقة.